اسمي سعيد، أنا جاءت من الصين منطقة شمال غربي، اسم المنطقة نينشا. هذا المنطقة أكثر المسلم يسكنون في هذا المنطقة. أول مرة أنا أتيت المغرب، مغرب بلدي عظيم وجميل، والله جميل. أول مرة أنا يعني مسرورة بفرصة لجاءت المغرب. أنا يعني هذه بضيعنا، هذه كله يعني هند إمبرودلي بلغة العربية، تطريز يدوي. هذا كله نساء المسلم يطرز في إمبرودلي خوي، يعني في ثقافة الصينية تطريز يدوي مع ثقافة الإسلام. ثمني تطريز يدوي بالنسبة بضايع أخرى غالية شوي. لماذا غالية؟ لأنها يطرز باليد، مش بالآلة أو مانكين، باليد، يد يعني ثمنه أعلى. زين هذا أربع واحد تقريبا 3000 درهم. درهم مغرب. وفي كمان في صورة، وكمان في خط عربي، وكمان في وسادة ووشاحة، وكمان في أنواع كثيرة زين وشاح ووسادة، وكمان في حقائب للنساء، وحقائب صغيرة وحقائب كبيرة. أكلت الطعام المغربي زاكي لذيذ. كسكس حاد، كسكس حادي لذيذ جدا. أنا أحب المغرب، إن شاء الله إذا عندي في فرصة سأذهب المغرب مرة ثانية إن شاء الله. أنا أتزوج، عندي في واحد ولد، بنت، بس شهرين. قبل سنة أنا تخرجت، تزوجت. أنا أحب، يعجبني مثل فن البناء، زين مسجد حسن ثانية. اليوم أنا ذهبت المسجد لجمعة، مسجد كبير، وكمان مسجد جميل جدا، رائع والله، فني الفيفساء جميل جدا. في لاعب قوي بالكرة القدم، نعم، وكمان لاعب اسمها كعب، أنا نسيت اسمه، كعبي. وكمان في شو اسمه، أيوب الكعب، نعم. أنا أحب كرة القدم. كمان فرق كرة القدم بالمغرب قوي. أنا سعيد رجاء بالمغرب فوز.